اللي بيلموا الكارت الحاج نصر كار، احمد امين، سيد امين، واحمد جابر، هم دول عمالقة الميدان. لا، كل واحد ماسك حته، هي تورته وكلها مقسمينها. يدوا حد مثلا كلها ماشيه بالجنيه، شغل عشان تعدي، كلها ماشيه بالجنيه. الثوره اصلا ما غيرتش حاجه، ما غيرتش اي حاجه. عايزين معامله كويسه ومواقف كويسه واحترام. عارف حضرتك لو اتعمل موقف تبع المحافظه او تبع الحكومه واخد ايصال بالجنيه اللي انا هدفعه، الزبون مستريح وانا كسواق مستريح. حتى على خط ايه؟ خط الفيوم. خط الفيوم بتدفع كارت الفيوم. اي وقت، صبح، ظهر، بالليل. ايوه، ده دي ده دي ورديه وبندفعها. ايوه دي ورديه. ايوه مين ما عرفوش؟ انا ما اعرفش حد. انت بيبقى كم عدد العربيات يعني؟ لا كتير، انا ممكن اقف ورا 40 عربيه، ورا 45 عربيه، ورا 20 عربيه. طبعا ما كله زي بعضيه، كلنا سواقين، كلنا سواقين، وكل واحد كله بيعدي عليه. غير المعامله، غير المعامله بيتعاملوا معاك. ايوه طبعا، طول ما انت كويس انت هم كويسين معاك، انما ما فيش حاجه. وبعدين احنا كلنا بنبقى واقفين هنا بنحب هنا لسبب، لان في التزام، في التزام. عواش. طيب كل واحد بيقف قدام اللي بعديه كله.